مساء الخير، هل أنت أهم أم طه حسين؟ هذا هو السؤال الذي طرحه المفكر الدكتور يوسف زيدان على المفكر الدكتور فراس السواح بالأمس في الجلسة الافتتاحية لإطلاق منتدى تكوين الذي أطلقته مؤسسة تكوين. الإجابة التي قالها الدكتور فراس السواح كانت إجابة ربما صادمة للكثيرين، وتابعنا الضجة التي أثيرت حول هذه الإجابة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإخبارية. دكتور فراس السواح، قلت لدكتور يوسف أنت أهم من طه حسين وأنا أهم من طه حسين، هل قصدت ذلك؟ أنا رجل عاقل وكاتب عاقل على ما أعتقد، ولا أعتقد أن كاتباً عاقلاً يمكن أن يقول وهو جاد أنه أفضل من طه حسين من حيث المبدأ، لكن لو أقان بهذه الورطة صديقي يوسف له حق التعقيب. صديقي هو الذي إذن هي ورطة، أراد أن يقدمني في الجلسة دي فسألني سؤال غريب، قال لي هل أنت أهم أم طه حسين؟ ظننته يمزح فأجبته بدعابة، فقلت لها أنت وأنا أفضل من طه حسين. كانت دعابة. كيف تلقيت دكتور يوسف هذه الدعابة؟ والله طبعا أنا دهشت من كم كأنه يعني الناس مستنفرة، وتذكرت الدكتور جابر عصفور لما صدرت رواية عزازيل واحتفى بها العالم كله، يعني هو كتب عنها 4 مقالات في جريدة الحياة كان عنوانهم إيه؟ ثقافة مريضة، بيقول فيهم يا جماعة رواية زي دي تطلع في الأدب العربي وإحنا نقعد نهاجم فيها كده، إحنا لازم نتعالج من الأمراض الثقافية دي. اللي منها بقى المرض ده إنه يا أخي أنت اللي بيهاجم ده لا شفت الجلسة ولا عارف السياق بتاع الكلام كان ماشي إزاي. الناس إحنا امبارح وإحنا بنأسس للإطلاق للمؤسسة بعد 1.5 سنة تجهيز، الكلام جاد جدا، وهو معروف كل اللي متابعيني عارفين ان انا من اشد الناس احتفاء بطه حسين، ودايما اعمل ندوات يوم الاربعاء عشان حديث الاربعاء وليا كتابات كتير عنه يعني، وحضرت عنه وعن مستقبل الثقافة في مصر، فدي يعني. انما اعداء الثقافة والفكر والتطوير بيترصدوا فيلتقط يعني إشارة كده شاردة. الأستاذ فراس السواح جاد جدا طول الوقت، فنحن نتواصل مع طه حسين فعلى سبيل يعني يكسر الجدية دي. فقلت له طيب ومن أنت مقروء جيدا في القراءة، أنت أهم أم طه حسين؟ فرد على نفس فإذا بتشتعل الحرائق من غير عارف اللي يقول لك ايه، يعني ضجيج بلا طحن ورماد بدون نار، يا جماعه في ايه؟ وربما فات هؤلاء ان منتدى تكوين الاول ويعني هذه الاحتفاليه باطلاق هذه المؤسسه كانت بعنوان نصف قرن على رحيل طه حسين ومساله التجديد. نعم واصرنا على هذا في مجلس الامناء يعني كلانا عضو فيه، ناقشنا الإطلاق يكون يعني شرارة الإطلاق إيه، واستقر رأينا على أنه يكون اليوم الأول بالكامل عن طه حسين كأننا نشير إلى التواصل، فإذا بالأمر يشتهر إعلاميا كأنه يعني تقاطع معه لا بالعكس. اتهموكما بالغرور، أنت مغرور يا دكتور فراس؟ قلت أنا رجل عاقل وكاتب عاقل، أكرر لا يمكن لكاتب عاقل أن يقارن نفسه بطه حسين. نفس السؤال يا دكتور يوسف. لا يا أستاذ عمرو، أستاذ عمرو سيبك من إن أنا مغرور ولا متواضع، لا هم اتهموك لا 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 يعني الأخ اللي هو اتهمني بكده يمكن ما فيش صلة شخصية، بس يمكن أنا عارف إن هو كاتب كويس يعني يمكن نلتقي، أخوه كان صديقي قوي
انما يمكن نلتقي وهيعرف ان مفيش حكايه الغروب، وانه موضوع طه حسين ده اكبر من الاحكام الشخصيه. يعني هو انا مغرور ولا متواضع؟ ايه دخل ده في مكان طه حسين؟ مش ممكن يعني. عشان كده انا برجو الناس يعني اهدأوا قليلا، ولما تشوف منشات يعني تتبع الموضوع. الجلسه بالكامل كان بيدرع الاستاذ عمرو برضه، وكنا اظن اربعه مش كده على المنصه، يمكن سته يمكن تلاقوا كلام مفيد اكتر من الهرج اللي تم نشره. فياريت تشوفوا فيديو الجلسه كامله عشان تعرفوا مش عايز اقول كم الجهد، بس يعني كم العمل اللي بذل خلال السنه ونص الماضيه لاطلاق هذه المؤسسة التي تسعى لهدف أساسي هو تحريك الرواكد الثقافية العربية. هذا ولا يعني يعقل إن احنا نبدأ هذا بالهجوم أو بالتعالي على طه حسين، العلامة الكبرى للثقافة العربية في القرن العشرين. طيب أنا جيت إلى القاهرة لأحضر وأشارك باحتفالية طه حسين، فهل جئت إلى هنا لكي أقول أنني أفضل من طه حسين؟ سؤال منطقي، سؤال منطقي طبعا. شكرا جزيلا. وشاركت في إعداد البرنامج واختيار العناوين. صحيح. أنا جئت هنا للاحتفاء بطه حسين. شكرا جزيلا المفكر الكبير الأستاذ فراس السواح، المفكر الكبير الدكتور يوسف زيدان. وضعنا نقاط على الحروف. شكرا لك.